معاكم معاكم أكمل. النهاردة هنلعب باد بيجيز، طبعا القناة لسه فاتحها دلوقتي، إن شاء الله تعجبكم. فضغطوا اشتراك بقى، دلعونا. هنلعب، هنأكل الملك يا شباب. شوفوا عندي الأكل قد إيه. واو ماشي. طبعا بعد ما فكرت انا هعمل ايه دلوقتي يا شباب، ايه انا ما اشوف عندي قطع تكفي. لا دلوقتي طبعا دي كله يعني عشان يعني تعرفوا. هنشوف دي ماشي. واو شافوا البيض، عشان دول عايزين يصطادوا البيض ويسلقوه، شايفين؟ اوف اتقطعت ورقة الكنز يا شباب. ان شاء الله هرجعوها، يلا نكمل. ورقة الكنز رجعت، ودلوقتي هما رايحين للبيض. ماشي هنلعب جيم سريع كده المرحلة الأخيرة عشان كده حمسكو. ايه ده، ايه اللي انا عامله ده؟ يلا نجربه. وقعت العربية، مش فاكرة عديت من خلاص ده. هاخدك ثانية يا شباب. دلوقتي هنلعب المرحلة اللي واخد فيها 3 نجوم دي، اللي هي 34 يا شباب. انطلاق. العربية ما نعدها، نحط دي كده. نستناها ترجع بقى. يلا بقى نستناها ترجع خالص. بعدها نشغل العربية. ايه ده حصلت؟ انا الفيديو لسه شغال والله ما عارف. انا كده هنخرج. طبعا انا دلوقتي هاني الفيديو، طبعا عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة، طلعونا بقى وبس. اشوفكم المقاطع الجاية. سلام.